السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ النهاردة ان شاء الله هناخد درس جديد، الدرس بعنوان على الشاطئ. يلا نشوف الدرس بيقول ايه. ألعب مع أصحابي، نقفز نجري نضحك، نبني بالرمل بيوتا وقلاعا، يغرقها الموج فلا نغضب. زي ما احنا عارفين ان احنا لما بنروح بنصيف بنلعب في الرمل، وممكن نبني بيه بيوت او قلاع اللي هي جمع قلعة وقصور، وبنبني بيه اشكال مختلفة. اذا اشتد لهيب الشمس نجلس تحت مظلتنا، ننظر للبحر والأمواج ونقول ما أجمل صنع الله. طبعا احنا اما الشمس تبقى قوية او حامية بنضطر ان احنا نقعد تحت الشمسية او المظلة عشان تحمينا من لهيب الشمس او من حرارة الشمس. واما ننظر الى البحر والأمواج والأشياء التي خلقها الله جميلة، نقول ما أجمل صنع الله. يلا نشوف معاني المفردات. ما معنى القلعة؟ يعني ايه القلعة؟ القلعة دي يعني البناء المرتفع، يعني مبنى مرتفع عالي. لهيب، لهيب معناها حرارة، لهيب الشمس يعني حرارة الشمس. ما مضاد؟ نغضب، مضاد نغضب نفرح، مضاد تحت فوق. ما مفرد؟ مفرد أصحاب صاحب، ومفرد قلاع قلعة. يلا ناخد بعض الأسئلة على الدرس. أجب عن الأسئلة التالية: بماذا نبني بالرمال؟ بنبني بالرمل إيه؟ شاطرين، نبني بالرمل بيوتا وقلاعا. ماذا نفعل إذا اشتد لهيب الشمس؟ بنعمل إيه لو الشمس حرارتها زادت؟ بنعمل إيه؟ بنجلس تحت مظلتنا اللي هي الشمسية. أكمل: يغرقها الموج فلا إيه؟ يغرقها الموج فلا إيه؟ فلا نغضب. شاطرين. يعني أما الموج يغرق البيوت بتاعتنا اللي احنا بنيناها، ما نزعلش. كده الدرس بتاعنا خلص، شكرا والسلام عليكم.